بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة نتري إنسكو. سؤال الحلقة: هل تعاقدت الجزائر على سوخوي 57؟ المقاتلة الروسية سوخوي 57 هي مقاتلة من الجيل الخامس، دخلت الخدمة في سلاح الجو الروسي في سنة 2020. سوخوي 57 لها محركين من نوع ساترن 30. القدرة القتالية لسوخوي 57 تجعلها منافسة لمقاتلة الجيل الخامس F-35 والمقاتلة الأمريكية القادمة من الجيل السادس F-X. وأهم صاروخ أسرع من الصوت هيكون على سوخوي 57 في سنة 2025، وهو الصاروخ الباليستي KH-47M2 المعروف بكنجان. سرعة سوخوي 57 2600 كيلو متر في الساعة، وتستطيع المقاتلة قطع مسافة 5500 كيلو متر، وتستطيع المقاتلة أيضا حمل 10 طن من الذخيرة. والسؤال هنا: هل تعاقدت الجزائر على المقاتلة؟